السلام عليكم، معكم أم المولود، واليوم راح أستعرض عليكم كيفية عمل تحريك لنص الكتابة بهذه الطريقة. أولاً يجب أن نفتح ملف جديد، وسوف أختار رقم 1920 للعرض، أما للطول سوف أختار 1008، ويفضل اختيار فريم رقم 50 حتى تكون حركة ذات انسيابية. وطبعا لكم حرية اختيار المساحة أو الحجم والمقاييس التي تريدونها. الآن سوف نقوم باختيار Rectangle Tools لتكوين الشكل، ثم سوف نقوم باختيار اللون الذي نراه مناسبا، سوف اختار هذا اللون، ومن ثم سوف نقوم بالانتقال الى، سوف نتخلص من الحدود اولا، ثم ننتقل الى Properties Object Position and Size، ونقوم بجعل حجم هذا الشكل بنفس حجم الملف. بهذه الطريقة. الآن سوف نضيف لاير آخر ونقوم باستعمال Text Tool لكتابة النص. بهذه الطريقة نقوم بتغيير لون الخط، وكما ذكرت سابقا لكم حرية اختيار الألوان التي تفضلونها. سوف أقوم قليلا بتكبير الخط حتى يكون واضحا بهذه الطريقة. والآن سوف أقوم بتحديد العنصرين وأنتقل إلى Align، ثم أقوم بالنقر على هذه الأيقونة حتى يقوم بترتيب العناصر لي بشكل دقيق. الآن سوف أقوم بتحويل هذا النص إلى Simple عن طريق الذهاب إلى Modifier Convert to Simple، ومن ثم أقوم بجعله Graphic والنقر على OK. الآن سوف ننتقل إلى إضافة Layer جديد، ونقوم هنا باستخدام Line Tool ووضعه في نهاية هذه الجملة. بهذه الطريقة الآن سوف أحول أيضا هذا الخط إلى Simple عن طريق الذهاب إلى Modify Convert to Simple، ولكن هذه المرة سوف نختار Movie Clip ونقرأ على OK. سوف نخلق حركة داخلية بداخل هذا الخط، وسيكون ذلك عن طريق القيام وعمل Frame Insert وتحويله إلى Create Classic Twin، ثم سوف أقوم بوضع Keyframe في وسط هذا الفريم بهذه الطريقة، وأيضا Keyframe آخر هنا بهذه الطريقة. وما سوف نقوم به تاليا إنه ما بين هذه المسافة سوف ننتقل إلى Properties Frame وننتقل إلى الأسفل حتى نختار من ضمن Color Effects الألفا ونجعلها صفرا،
وبإمكانكم أيضا التوسيع ما بين عدد الفريمات حتى تظهر لكم الحركة بصورة أوضح بهذه الطريقة. الآن بعدما أنجزنا عملية الحركة الداخلية سوف ننتقل إلى الواجهة الأساسية ونقوم بإضافة لاير آخر ولكن قبل لاير 2 هنا، وسنقوم به تاليا هو أن نقوم باختيار Rectangle Tools مرة أخرى، ولكن هذه المرة سوف نضعه على الكلام على النص ونغير لونه بحيث يكون هنالك نوع من الاختيار ما بين لون النص والمربع. سوف اختار اللون الأصفر هنا، ويفضل أن تقومون بإقفال الليارات الأخرى التي لا تحتاجونها حتى لا يتسبب ذلك بتشويش عليكم وتخريب ما بين وقت وآخر. فالآن سوف أقوم بعملية تعديل بسيطة والتخلص من الحدود لأني لست بحاجة إليها، أما الآن سوف نقوم بإضافة فريم عند رقم 65. هكذا. والآن بعدما وضعنا جميع الفريمات هنا سوف نقوم بتحويل فريم رقم 3 و4 إلى Create Classic Tween. هكذا نقوم بإضافة أول keyframe هنا. أما في البداية سوف نقوم بتحريك الشكلين إلى الجهة اليسرى، ولكن قبل القيام بذلك تأكدوا من النقر على هذا المستطيل الصغير حتى يمكننا رؤية الكتابة بهذه الطريقة. سنضيف الآن في رقم 40 كي فريم آخر، ولكن قبل ذلك سوف نقوم بسحب الفريم من هنا من البداية إلى رقم 40 بهذا الشكل، بالإضافة إلى لاير رقم 4. والفرق هنا إننا في لاير رقم 3 سوف نقوم بعمل كوبي فريم ولصقه من البداية هكذا. الآن سوف نقوم بتمديد هذا إلى رقم 80 بالإضافة إلى لاير رقم 1 و2 هكذا. الآن دعنا نعود إلى
لاير رقمي سوف نقوم بتحريك كي فريم الموجود لدى 45 هنا بهذه الطريقة إلى رقم 80 مع التأكد من الحركة ما بين الهينة والأخرى للتأكد من أنها تسير على النحو الصحيح. الآن سوف نقوم بإضافة كي فريم آخر عند 47 وثم نقوم بكوبي فريم ولصقه عند 56 بهذا الشكل مع تحريك بسيط. الآن سوف نقوم بإضافة كي فريم آخر هنا ونقوم بعمل كوبي فريم ولصقه هنا وقبل ذلك سوف نقوم بتعديلات بسيطة. الآن سوف نقوم بعمل كوبي مرة أخرى كوبي فريم ووضعه عند 66 هكذا وفي النهاية سوف نقوم بوضع كي فريم الأخير هنا وتحريك قليلا إلى الخلف ثم وهي الحركة الأخيرة سوف نقوم بوضعه هنا بهذه الطريقة. سوف نقوم بالتعديل هنا قليلا لتقديمه إلى الأمام هكذا ومن ثم نكون قد أنهينا هذه الحركة. كل ما تبقى الآن هو إضافة فريم بسيط insert هنا كذلك سوف نقوم بإضافة وتمديد الفريم إلى نفس المسافة وهنا سوف نقوم بإبعاد التزاحم إلى رقم 40 عند layer 2 كذلك وسوف نقوم في layer 4 بتحويله إلى mask. والخطوة الأخيرة التي سوف نقوم بها هي إضافة لاير جديد عند نهاية هذه الأرقام في رقم 115 وننتقل مباشرة إلى ويندو أكشن ونقوم بكتابة this point stop. ومن ثم نضغط على هذه الطريقة والآن دعونا لنرى ونكتشف إذ ما كانت قد أصبحت الحركة جاهزة.
إذن هنالك مشكلة. هنا لم نضع نحن keyframe ولهذا فلم تظهر الحركة، فعلينا إعادة الحركة مرة أخرى. نقوم بوضع keyframe لنا، نتأكد مرة أخرى. في هذه الحالة يفضل أن تقوم بحذف فريم رقم 5 وتقومون بالبدء مرة أخرى، وتأكدوا من القيام keyframe هذه المرة حتى لا تتوقف الحركة تمام. ننتقل إلى ويندو أكشن بس والآن سوف نتأكد المرة الأخيرة إن شاء الله حتى تظهر الحركة. وبهذه الطريقة تكون الحركة قد أنجزت. شكراً لحسن استماعكم ولحسن من صوتي.